يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من بعض الناس يقول إن السلف رحمهم الله لما احتاجوا إلى إفراد الأسماء والصفات بتوحيد لوجود المخالفين في الإيمان بها، ونحن في هذا الزمن نحتاج إلى زيادة توحيد للحاكمية، فهل هذه العلة صحيحة؟ لا، الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية من ناحية، وداخلة في توحيد الربوبية، داخلة في النوعين. نعم، لا حاجة إلى إفرادها. نعم، ونحن لا نحدث شيئا لم نسبق إليه ولم يقل به سلف هذه الأمة. نعم، لو فتحنا هذا المجال لكثرت الحوادث والآراء. نحن نسير على طريق مسلوك ما سلكه من قبلنا من الأئمة والعلماء، يكفينا هذا.